أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ترياق. للسفر فوائد كثيرة، يحرص الناس على السفر لأسباب مختلفة ولوجهات مختلفة. تختلف هذه الوجهات من حيث طبيعتها وجغرافيتها ومناخها، وكذلك النظام الغذائي والأغذية المتوفرة فيها، ما قد يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل الصحية أو الأمراض. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين راح نتكلم فيها عن بعض المشاكل الصحية الشائعة في السفر. وأولى فقراتنا لهذا اليوم تقرير يتحدث عن هذا الموضوع، تابعوا ولنا عودة بعد ذلك. الاستعداد الصحي قبل السفر يضمن قضائك عطلة آمنة. اعمل فحص طبي لتضمن تمتعك بصحة جيدة، وخذ اللقاحات المطلوبة قبل السفر، وإذا كان لديك مرض مزمن فاحرص على أخذ كميات كافية من أدويتك. تجنب لدغات البعوض والأماكن المزدحمة. عند السفر الطويل احرص على شرب الماء وتحريك الأرجل كل ما أمكن. السفر متعة، توج بالصحة. رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع فقرة ضيف البرنامج. ضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة مريم بن سلوم المسكرية، طبيب عام أول بوزارة الصحة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وشاكرين لتلبية الدعوة وجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. العفو. بما أن نتكلم عن السفر، نبدأ بأكثر الأمراض شيوعا في السفر، أكثر الأمراض اللي تواجهونها سواء في المراكز الصحية والرعاية الأولية أو هي معروفة بشكل عام. بداية المسافر يتعرض لدرجات حرارة مفاجئة، فتسبب له مثل الإسهال، تسمم الغذائي، ودرجات الحرارة، درجة حرارة الجسم المرتفعة، وكذلك هو يتعرض للأمراض المعدية نفس الشيء، ممكن تسبب، وفي أمراض تسبب له مثل دوار السفر. هذه الأمراض الأكثر شيوعاً، ضربات الشمس أحيانا كانت درجات الحرارة، لأن الناس تلجأ عادة في السفر لاكتشاف الأماكن والمغامرات، في بعض الناس حسب الهدف من السفر فيتعرضوا أو ما يكونوا على علم بأن ضربات الشمس لها آثار جانبية كبيرة وممكن هذه تكون منها. بالنسبة لأهم الأمور أو الاحتياطات اللي الواجب على الشخص المسافر أو الراغب في السفر أنه يتبعها أو يعرفها عن الجهة اللي مسافر لها، بشكل عام يجب عليه معرفة أحوال الطقس والمناخ في المنطقة المتجه إليها، حتى يتسنى له أخذ ملابس مثلا المناسبة لتجنب درجات الحرارة المتدنية أو المرتفعة، وكذلك معرفة الأمراض المنتشرة في البلد المقصودة لأخذ التحصينات أو الأدوية الوقائية قبل السفر. نعم، بما أن ذكرت يأخذ الأدوية أو الأدوات، ما هي هذه الاحتياطات أو الأدوات أو المواد اللي يأخذها معه المسافر في السفر أو ينصح بأنه يأخذها معه؟ هو قبل السفر في تحصينات تكون موجودة عندنا في وزارة الصحة تؤخذ قبل السفر. هل لكل جهة، لو بقطع كلامك دكتور، هل لكل جهة ولا جهات معينة؟ الجهات معينة، مثل الجهات إلى السفر إلى أفريقيا. نعم. عندنا أدوية معينة لمرض الملاريا المنتشر في أفريقيا. نعم. ففي دواء مخصص لهم يجب أن يأخذوه قبل السفر بفترة معينة. كذلك من الأدوية أو الأشياء اللي يجب أن يأخذها بشكل بسيط تكون مثل حقيبة مبسطة من الإسعافات الأولية، تتضمن المسكنات بسيطة، خافضات حرارة، ضمادات، واقيات الشمس نفس الشيء. نعم، ينصح بها. ونفس الشيء في أرقام هواتف مهمة، وهذه جدا مهمة طبعا، لأن الناس هناك ما تعرف وين تلجأ، فلما تأخذ خصوصا إذا في الدول أو كثير من الدول اللي تكون معظمها عندنا ملحقيات وعندنا يعني جوانب أو سفارات تقوم بهذا الدور أحيانا، فمعرفة الأرقام تكون مهمة جدا. هذه بالنسبة للدكتورة تتكلمتي عن الشكل العام أو بشكل عام الاحتياطات الواجب اتباعها أو المواد الواجب أخذها معهم.
نروح بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض معينة، نبدأ على سبيل المثال الأمراض المزمنة غير المعدية، هل من احتياطات إضافية لابد من أخذ بها؟ مرضى الأمراض المزمنة نعم يجب أن يذهبوا إلى الطبيب بفترة نعم لأخذ التعليمات عن الجرعات، جرعات الأدوية، نفس الشيء أخذ الدواء بالكمية الكافية يعني التي تكفيه لمدة السفر. نعم. ونفس الشيء لهم تحصينات معينة يجب أن يأخذوها مسبقا. نعم. كذلك المسافر المريض يجب أن يشرح لأي شخص معاه يكون عن حالته المرضية. نعم. على أساس لو صار أي أزمات يعرف الشخص اللي عندي يعرف كيف يتعامل مع هذه الأزمات، كيف يتصرف وخطوات اللي المفروض يتبعها. في نفس الوقت يعني حتى مرضى السكر على سبيل المثال وارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب ونقص السكر ونقص السكر أيضا فهذه الأشياء لابد من التأكد منها ومن ضبطيتها أن تكون مضبوطة وتكون متحكم بها قبل السفر. دكتورة يعني هذه بالنسبة للأمراض المزمنة غير المعدية. الأمراض أو الناس اللي عندهم الأمراض المعدية قد تكون معدية، هل من احتياطات أخرى أو أمور أخرى تريدين توجهين السادة المشاهدين لها؟ نفس ما ذكرناه سابقا. نعم. ولكن هذه الفئة من الناس يجب أن يكونوا أكثر حذرا. نعم. هم اللي يجب أن يأخذوا التحصينات قبل السفر. نعم. هذه ضرورية حتمية. أيوة. نعم. وهذه الفئة من الناس تكون يعني التقاطهم للأمراض المعدية سريع. أكثر بسبب قلة المناعة معهم. نعم. كلمة أخيرة قبل لا ننهي هذا الحوار الجميل معك دكتورة توجيهها للسادة المشاهدين أو الراغبين للسفر. للمسافرين نتمنى لهم العودة بصحة وسلامة. آمين. نتمنى لهم تجنب الأماكن المزدحمة. نعم. واستخدام الكمامات أو المعقمات واستخدام الأدوات الشخصية النظيفة. نعم. للعودة بسلامة لأرض الوطن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كانت معنا أعزائي المشاهدين خلال الدقائق الماضية ضيفتنا الدكتورة مريم بن سلوم المسكرية طبيب عام أول بوزارة الصحة. شكرا مرة أخرى دكتورة وشاكرين لك مرة أخرى وقتك الثمين لنا. أما أنتم أعزائي المشاهدين فنترككم مع فاصل قصير ونرجع ونعود لكم مرة أخرى بعد الفاصل. تعتبر الأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء الأكثر انتشاراً بين المسافرين وخصوصاً في الأجواء الحارة. احرص على استخدام الماء من مصدر آمن. اهتم بسلامة الغذاء ولا تتناول أطعمة مجهولة المصدر. واغسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين مع الحفاظ على النظافة الشخصية. في حال إصابتك بإسهال، تقلصات معوية، قيء أو ارتفاع في درجة الحرارة، سارع بالتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية. اتباعك العادات الصحية السليمة والأخذ بالإجراءات الوقائية حماية لك ولغيرك، فاحرص عليها. لكي تستمتع في سفرك عليك بالاهتمام بصحتك. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا منا أجمل التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.